لتسليط الضوء أكثر على منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة عبد الحميد لدبيبة بعد عدة جلسات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الليبي السيد مصطفى الساقزلي. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. ردود فعل مرحبة بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، كيف ترى ردود الأفعال هذه وهي مرحبة حتى من أغلب دول العالم؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. حياكم. طبعا الكل يعلم أن ليبيا منذ منتصف 2014 وهي في حرب داخلية وانقلاب يعني أطلقه خليفة حفتر أدى إلى مجموعة من الحروب في المنطقة الشرقية وحرب أخيرا حول طرابلس وانقسام بكل ما تعني الكلمة بين الشرق والغرب. التئام البرلمان بعد كل هذه السنوات وتصويت إعطاء الثقة لحكومة دبيبة يعتبر يعني نقلة نوعية وخبر إيجابي انتظره الليبيون منذ مدة طويلة. فصادق 130 نائب على حكومة دبيبة اللي هي حكومة تشمل كل الفئات الليبية يعتبر إنجاز ينظر إليه الليبيون بتفاؤل. تمرير حكومة دبيبة يعني بالنتيجة توافق الدول الإقليمية الفاعلة في الملف الليبي؟ نعم بكل تأكيد، يعني تنازل بعض الدول عن مواقفها المتشددة والداعمة للحرب، خاصة الدول التي كانت داعمة لحفتر و محاولة للسيطرة على كامل ليبيا والعاصمة طرابلس بعد أن فشل وبعد أن يأسوا من نجاحها في السيطرة على كامل ليبيا. ولعل التغيير اللي حدث في أمريكا وقدوم بايدن بديلا عن ترامب الذي يعني كان مساندا لهذه الدول وإن لم يعلن ذلك يعد يعني تغيير في المواقف الإقليمية، وكذلك وقوف تركيا بقوة و إفشالها لمسعى هذه الدول الإقليمية الداعمة لحفتر أدى إلى تغير موقفها. طيب أيضا أستاذ مصطفى، لماذا برأيك يعني لا يزال الجدل دائرا حول حقيبة وزارة الدفاع؟ حقيبة وزارة الدفاع، يعني وزارة الدفاع هي وزارة سيادية، من يتولى هذه الحقيبة يجب أن لا يكون مائلا لأي طرف، يجب أن يكون يعني عينه على توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة بنائها. وبعض الأسماء التي طرحت حدث عليها جدل بين الطرفين، فالحرب لم تنتهي إلا من بضع يعني منذ بضعة أشهر ولازالت الجبهات وإن كانت متوقفة، ولكن هناك حذر بين الأطراف ووجود المرتزقة من الفاغنر الروسية وبعض القوات الخارجية مثل الجنجويد وغيرها. يعني التوافق على هذه الحقيبة صعب جدا للغاية، ففضل رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة أن يحتفظ بهذه الوزارة منعا للخلاف حولها. طيب. لبضعة أشهر، لعل يعني خلال هذه الأشهر يستطيع اختيار شخصية قد يتوافق عليها الجميع. طيب أستاذ مصطفى، كيف تقرأ موقف حفتر من الحكومة حكومة دبيبة الجديدة التي منحت الثقة اليوم والتي ستذهب إلى بنغازي لأداء اليمين؟ موقف حفتر الكثير من المحللين والكثير من الليبيين يعني يتساءلون عن موقف حفتر، فموقفه غير واضح أبدا، ولكن هو موقف الشخص المهزوم في حرب، يعني هزيمة كبيرة يعني في هجوم على طرابلس بعد أن وعد تابعيه ومؤيديه بأنه يعني يحقق الانتصار فيها، فشل أدى إلى هذه النتائج السياسية. هذا ثمن فشل حفتر. كذلك المنطقة الشرقية التي كانت يعني جزء كبير منها مؤيد لحفتر بدأت الآن تتململ، ومدينة بنغازي بدأت فيها أحداث يعني كثيرة وأصوات كثيرة تلوم حفتر عما تسبب لهم من قتال ومن يعني مشاكل أمنية ومن تغول الميليشيات في المنطقة الشرقية.
شكرا لك أستاذ مصطفى الساقزلي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، المحلل السياسي الليبي.